السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا متابعين الكرام، صلوا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. وبعد عندنا اليوم تجربة سريعة مسجل وراديو ويلكمان من سوني موديل دبليو ام اس 10 اس ار 10، حابين نجرب على السريع. طبعا هذا النوع يجيبون انتل او اريال، طبعا من زمن الطيبين، ما ادري لو كان في احد استخدمه هذه الايام او لا، انا باقي استخدمه وعندي اشياء كثيرة زيه. مدخل السماعة شابك، أنا سماعة عليه زي ما أنتم شايفين، تأدي غرض الأريال في نفس الوقت أو الأنتل. نبدأ نجرب عليه إذاعة الـ FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أداتي اليومية وطريقة حياتي، لأن الإنسان الذكي يعتبر ذكي بالفطرة. جميل. نحن على الأفلام نجربه. تمام. أو يعذبهم فإنهم. طبعا صافي في حال إنه السلك راكب. نزلنا السلك. راحت الأفلام. في اللي هي الموجة الثانية اللي هي الـ AM. نجرب الـ AM. ويعذب من يشاء والله. أجل ما كذب. أيها الذين آمنوا. لازمنا نركب السماعة علشان تقوى الموجة للإف إم. طبعًا الإذاعات حلوة على الإف إم ولا إم كمان أحلى. لا يعني خلال السنوات القليلة المقبلة يكون. وإن كان فيك ما يجعلك تتميز، حزت على ما لا يحيز عليه غيرك. خاصية الساوند بوكس تكون الصوت دحم شوي. عز وجل ولا تتعالى في كمان ولا تتعالى على الآخرين. والله ما أدري هذا الخاصية في مدخل المايك، وفي هنا اللي هو الصوت خلوه ستيريو أو مونو. طبعا يا جماعه كانت وجهه نظرك عن قنوات تقريبا او يعني الصراحه تباينت ازرار المسجل اختلفت، ووجدتنا يعني كميه مشاركات هنا وهناك. اوه تبغى تسمع على السماعه اللي قلت صباح من هنا يعزلها، يروح الصوت على السماعه كذا الشخصيه. وهذا مدخل حول كهرباء وصل كهرباء على 054 وهذا المسجل 8811700. واذا ما تبي تكتب واتساب حياك الله تويتر على @FM راديو على هاشتاج كافيين دقيقة، ودخلت الحساب بتلقى بالتوفيق. والله يكتب لنا ولكم الخير ان شاء الله.